اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من اخبار نصر الاسبوعيه. قبل لا نبدا حاب اشكركم على دعمكم الدائم لنا. اذا عندكم اي اقتراحات واراء الكومنتس موجوده واحنا دائما بنقرا كل الكومنتات. ويلا نبدا. خلينا نبدا بخبر جديد ومهم، بطوله ألتيميت فايتنج ليج مقدمه من وي بلاي. اذا بتتذكروا بطوله دراجون تمبل اللي فاز فيها تيكن ماستر وجاب المركز الاول، قرروا يعملوا بطولة جديدة وسموها Ultimate Fighting League لأنها بتضم أكثر من لعبة Fighting. تم دعوة Tekken Master للمشاركة بالبطولة للعبة Mortal Kombat 11 من تاريخ 25 مارس ل 28 مارس، وتم دعوة بلال للمشاركة في لعبة Tekken 7 من تاريخ 8 إبريل ل 11 إبريل. سجلوا التواريخ عندكم ولا تفوتوا فرصة لمشاهدة أبطالنا في هاي البطولة. ونيجي للخبر الثاني، بدأ الأسبوع الخامس من موسم الشتاء في الدوري التركي، لعبنا ضد جلاكي توز وفزنا بأداء مميز وجميل، بس حاب أوضح لكم نقطة مهمة، بعد هاي المباراة بنكون لعبنا ضد كل الأفرقة المنافسة مرة واحدة، هلأ بنرجع نلعب ضد كل فريق منافس مرة ثانية في أول مباراة من هذا النصف الثاني، لعبنا ضد فنرباتشي وخسرنا ضدهم، كان في مجال للكمباك لكن ما حالفهم حظ للشباب جي جي والبلاي. نيجي هلا لشبابنا في سي اس جو، ما شاء الله الشباب شادين حيلهم. لعبنا ضد في ار تي اكس اي سبورتس وفزنا بنتيجه 16-8 وبهيك بنكون فايزين 6 مباريات وخسرانين 2 بالنسبه لهذا الموسم، وفايلكم النصر يا شباب. وبالنسبه للاس اف ال ليج دائما تعرفين انه حصلنا على المركز الثاني في الاس اف ال وتأهلنا لنلعب على لقب بطل العالم ضد الفريقين المتأهلين من اليابان. كل التوفيق يا شباب وفالكم النصر. طبعا بنحب نبارك للفائزين بالحصص التدريبية من محترفينا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. يعطيكم العافية وشكرا. نصر از فيكتور.